سلام حبيبتي، باش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير بصحة وعافية ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهذه الوصفة تاع الفول، فول اخضر بالصلصة الحمراء، يجي بزاف بنينة، تجي كمية لاباس بيها. بلا ما نطول عليكم حبيبتي، نفوتوا المقادير وكيفية التحضير. لهذه الوصفة نحتاج، انا عندي هنايا كيلو ورطل تاع فول، هنايا انا فورته طابليه تقريبا نص طياب، ما طيبتهاش كامل. نحتاج حبة تاع طماطم كبيرة ربيتها، نحتاج كمية من القزبر والمعدنوس، ونحتاج كمية من التوابل. عندي هنايا ثلاثة فصوص تاع ثوم، عندي فلفلة حمراء، فلفل أسود، كركب، كمون والملح، ونحتاج ملعقة تاع طماطم مصبة. هنايا جبت الطاجين حطيته على النار، زدت عليه كمية تاع الزيت، وراح نحط هذاك الثوم يتقلى. هنا درت ثلاثة تاع فصوص تاع ثوم، هنا الثوم ما لازمش نحرقوه باش ما يطلقناش المروريه في الماكله. كما راكم تشوفوا زدت عليه حبه هذيك تاع الطماطم، هنايا درت حبه كبيره. نزيد عليه هنايا التوابل. هاد الوصفه تجي بزاف بنينه خاصه لمحبي الفول. ونقلي كلش هذيك التوابل مع الطماطم، لازم نقليهم مليح باش هذيك الطماطم تروح لها كاع هذيك الحموضيه تاعها. نزيد عليه كميه تاع الحشيش اللي عندي، انا درت هنايا قزبر مع المعدنوس. كما راكم تشوفوا خليت كميه قليله تاع معدنوس باش نزين بها. وهنايا بعد ما تقلى لي مليح راح نزيد عليه زوج كيسان تاع ماء. هنا الماء لازم يكون مغلي باش لاصوص تطبخ لي بالخف، ونغطي عليها ونخليها قد ما ترد تشد لي هذيك الغليه الاولى، ونرمي عليها الفول. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما بدات تغلى لاصوص راح نزيد عليها هذاك الفول بهذه الطريقه، ونغطيها ونخليها حتى نشوفوا كميه هذيك لاصوص نشفت لنا شويه وهذاك الفول تاعنا طاب. واللاصوص تاعه لازم تجي خاطره باش تجينا بنينه، ما تجيش مايها غير الماء. حبيبتي هذا هو الفول تاعنا جاهز في طبق تقديم، زينته بكميه تاع المعدنوس وشريحه تاع الليمون. انا هنايا رفقت معاه البطاطا، سلطه حشيش زينتها تزيين خفيف، درتها للحشا، انا نحب، انا من محبي الفول. كما راكم تشوفوا هنايا تقدمت مع هذا العصير، ان شاء الله راح نشاركه معكم. هذا العصير يجي بزاف بنين ومنعش. حبيبتي هذه هي وصفتنا تاع النهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.